Musabaqah tahunan hafalan Al-Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al-Usud Rahimahullah tingkat nasional ke-14 di Indonesia tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Wa nad'u ala mutasabik Muhammad Rizki Al-Fajar min Jogja. Qala al-Imam al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. عن عائشة رضي الله عنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين. أنت طولت بابن الغني، ما يحتاج لا تطول بابن الغني. طيب، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. السؤال الثاني بارك الله فيك. قال الإمام الحافظ أبو الغني المقدسي رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وسجود ما رأيته فصلى فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. السؤال الثالث بارك الله فيك. قال الإمام الحافظ أبو الغني المقدسي رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت. أكمل. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرضت في الصعيد كما تمرض الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيدك فقال إنما يكفيك أن فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. السؤال الرابع بارك الله فيك. قال الإمام الحافظ أبو الغني رحمه الله ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة.
ولمسلمين صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وفي رواية السؤال الخامس قال الإمام عبد الغني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا بخيبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر طيب مفردات الحديث ما معنى خسفت الشمس؟ بعنك ما معنى أجنبت؟ أنا على جنابه تمرغت في الصعيد ما معنى؟ تقلبت في الصعيد الصعيد ما معنى الصعيد؟ التراب ما معنى أنفس؟ أثمر طيب انتبه لفقه الحديث أولا كيفية غسل بول الصبي الذي لم يطعم ألف يجب غسله بالماء ب يكفي نضح الماء عليه جيم كلاهما صحيح الباء ثانيا ورد النداء بصلاة الكسوف ألف الصلاة رحمكم الله باء الصلاة جامعة جيم كلاهما خطأ الباء الرواية الصحيحة أن ضرب الأرض في التيمم ألف ضربة واحدة باء ضربتان جيم ثلاث ضربات الألف ثالث رابعا
لا يذكرون ببسم الله الرحمن الرحيم أي أنهم ألف لا يجهرون بها باء لا يقرؤونها البتة جيم إلهما صحيح الألف سنة. طيب مصطلح الحديث ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى الإسناد من غير شذوذ ولا علة هو حديث صحيح ب حديث حسن جيم حديث ضعيف الألف سؤال ثاني إذا سقط راو أو أكثر في وسط الإسناد على غير التوالي فالحديث يكون ألف منقطعا باء معضلا جيم معلقا سؤال ثالث أول كتاب مستقل في المصطلح ألف علوم الحديث لابن الصلاح باء المحدث الفاصل للراء رامهرمزي جيم معرفة علوم الحديث للحاكم ترجمة الصحابي عرف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري صحابي جليل وله النبي صلى الله عليه وسلم على عدد وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البصرة وولاه عثمان بن عفان رضي الله عنه على الكوفة وجعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه محكما من بين حزبه يوم حنين يوم صفين سؤال ثاني عرف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو أبو عباس عبد الله بن عباس الهاشمي القرشي صحابي محدث حافظ مفسر وهو من المكثرين لرواية أحاديث النبوية الشريفة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا طيب